فيها مسائل. انت برضو عاوزين محاضره هتيجي فيها مسائل؟ والله كل الدكاتره بتبقى مش فاضيه. خلاص يعني هجيب مسائل المحاضره اللي انا هحل فيها مسائل، سواء خدتوها او ما خدتوهاش انا مالي، مالهاش دعوه. يعني كده كده هجيب مين المحاضره دي؟ نص خلاص يا عم، انا قلت لك حاجه مش مواعيد وفر مواعيد. فاحنا الجزء الاولاني هحل شويه مسائل كده بسيطه، وبعد كده ايه نشوف بقى نكمل. مش فارقه اصلا. Ha ha ha.
كده ليه 50 اداتك فانت بتعرف 50 ولا لا؟ مش
اول حاجه بكتب الايه تاني، ثاني حاجه بكتب اللون تاني. اللون ده بقى لازم يحتوي على ثلاث حاجات، البولد اللي هو فيه اثنين لون ده، ده اول حاجه، والباور فاكتور يدوني، وثالث حاجه بتديني حاجه من الثلاثه، لان هديني الاس، الاس لون او يديني الباور بتاعت اللود او يديني التيار الاي 2 بتاع اللود. يعني هو بيقول لي في البدايه مثلا الترانسفورمر، يقول لي كده في البدايه الترانسفورمر ديليفرز بيطلع قلنا 9 كيلو فولت امبير، ممكن بدل 9 كيلو ديت يقول لي بيطلع 8 كيلو واط، او يقول لي بيطلع 20 امبير. لازم تديني واحده من الثلاثه دول. لو الفولت امبير يبقى اداني الاس، لو اداني كيلو واط يبقى اداني الايه؟ الباور. لو اداني تعرف تديني ايه؟ ايه 20 ده ايه؟ اي واحد ولا اي اثنين؟ ليه اي اثنين؟ نسميه اي واحد. عشان بيطلع بيفرق ناحية الجرامة ولا بيستخدم ناحية اللغة، بيطلع ناحية اللغة. فلو تاني كده يبقى هي كانت أجنها اس بتاعت اللون، اس 2 يعني، ودي أجنها بي بتاعت اللون، واللون أهي لون، والتيار ده أجنه اي 2. بيديك واحد من ثلاثة. فتالت خطوة لو ما ادانيش أكل التيار، بحسب التيار اي 2. بحسبه ازاي؟ لو اداني الاس دوت، لو يديني الاس دوت كده، الفي والباور والباور فاكتور، اس دوت على الفولت من عندك الاس، فولت التيار في 2 في اي بي، الباور في فاكتور في الباور فاكتور. يبقى انا اهو عاوز انت تجيب التيار اكس من الاس على الفي، قسمت الاس على اي 2. او لو اداك الباور كنت عاوز تجيب التيار ازاي؟ قول يبقى الباور على في 2 باور فولت في باور فاكتور. اول حاجه الثالثه ان هو هيديني التيار ايه؟ ليه؟ يدوم اهو زي كده 20، يديني الاس للباور للتيار. فالخطوه الثالثه بتكسب التيار. الخطوه الرابعه بتعمل ايه؟ بعد ما تعمل فين الخطوه الخامسه، بعد ما تعمل اعود في 2 لازم في 1 وزودها زيتا تساوي في 2 داش، بعد ما عملت 2 زودتها صفر زائد اي 2 داش وزودتها ناقص او زائد وزائد ماينس 1 الباور كارت اللي بيديها لي ناقص تحت النت وار ايكويفلنت 1 زائد جي اكس ايكويفلنت 1. ده كده ايه؟ الفي 1 عاوز تجيب سته، عاوز تجيب فوكسي ريجوليشن، يبقى في 1 بلس في 2 داش على في 2 داش في 100%. ماشي؟ سبعه سبعه بجيب اي 1. اي 1 دي بتساوي ايه يا باشمهندسين؟ انت عندك دلوقتي اي 1، انت عندك الترانسفورمر اهو. اي 1 دي بتساوي اي 2 داش واي 4. اي 4 بتساوي اي سي واي ان. بجيب الخطوه السابعه بجيب اي 1 قيمه مزاويه. وتساوي اي 2 داش زاويتها محفوظة كده زائد او ناقص وزاي ماينس 1 باور فاكتور في حتة الداخل زائد الاي بوك، اي بوك اي سي زائد اي ان. اي سي ديت عندك ليها كذا حاجة، كبر الشكل ده، كبر الحتة دي بس، او اي سي واي ان، في اي ان وفي اي كبرت
Okay.
مهم. يبقى لو اداني ديت وديت تجمع ديت ديت وديت تجمع ديت وديت تجمع دي دي مع بعض لان الاس هي اللي بيكون وبيكون هي الاس. اتفقنا؟ دي الخطوه رقم كام؟ 7. والخطوه رقم 8
تشيل التاج كل التاجات تاج التاج. يعني كل التاجات تاج معنى أخذ. خلص أي تاج في الموضوع. إيه أي واحد إزاي ما تنزل مبسيط. طيب ده اسمه كده البريوني. إزاي بقى نحل البريوني؟ نعم مش عارف مش معانا كل الكلام ده خدناه برضه نكمل لا
فوق او فوق امبير او 9 كيلو واط باور او 20 امبير. فاي حاجه
اتنين ربعة خمسة بقى سبعة مونتاج ايه بس مونتاج ايه يعملوا مونتاج قابلني انت شارع على فكره على لو شلتها هتاثر على الاسرع صوت لو شلتها هتاثر على صوت عشان الحته بتاعت الساعه بتاع الفيديو يعني عشان كل ده عشان صوتي يعني كل ده عشان صوتي Thank you.
زهقت. ايوه زهقت. والله بص التشكيل بتاعي مش رخامه والله التشكيل بتاعي بص خلص ربنا يكملك وتخلص الوقت انت بتكمله ده طيب رقم واحد في واحد
لا ولا كده عايز اكل اسمه
Yes.
ولا جد. اسمك ايه؟ انت هتنزل المحاضرة دي ده اولا سالين هتولع بجد والله؟ طيب هو مش هادي يخلص I'm sorry.
لا بس هو ايه اللي فيها اصفار يا اسماء فيها على وزن ثلاثه فيها لبنه فيها حاجه قلت اربعه فيها حاجه اصفار تسمع كذا بدايه فيها مسجله بس تمشي على ثلاثه والاس 3 بيس بيتم على ثلاثه كله في مشكله ده البيز بعد كده بيجي في اليونت فاز جبت كاس حاجه وحشه قوي قوي خد الكاس ارجعوا تاني بقى تبقى اربعة ارجع تاني دي اول خطوة تاني خطوة بجيب البريوريت اسم الاكشوال اسمين او بسيب الشهر خلاص بص مصر يتسكى وخلص تري ايه صحيح المثال نخش الموضوع النهارده I'm not going to say that. I'm not going to say that.
كل الخطوات اللي احنا مشيناها قد كده. اخر خطوه هي اللي فاتت بقى في السنتز نوعا ما، او خطوه بس او خطوه تعليميه بس اثنين بس حتى الجميع الكتله دي وزن مليون. تساوي مثلا 1.0 مثلا 2.9 وجبت ار 1 مليون طلعت مثلا 1.0.3 مثلا. عاوز احولها للاكشوال، احولها ازاي؟ دي اخر خطوه اللي فاتت، اول واحده بس اللي هي الايه؟ احولها ازاي؟ هتقول لي اداره اجيب ال في 1 بي اللي بدون كله بيتعدي على الخزانه بتساوي ال في 1 مليون في ال في 1 بي. هو المليون ده مش مقسم لتساعدك عارف المليون بيساوي الاكشوال على البي. انا عاوز اجيب الاكشوال تضرب البي يونت في البيز. ال في 1 باليونت في ال في 1 بيز. ال في 1 باليونت عنده ايه؟ ال في 1 بيز جبتها في اول المساله. فاهمني يا باشمهندسين؟ اديتني ايه بقى؟ في 1 بيز. اديتني ال في 1 بالفيز. الفولت هنا بالفيز. بس انا عاوزها باللاين. انا مش عاوز بالفيز، عاوز اجيب في 1 لاين. اعمل ايه؟ انا عندي العكس، عندي في ايه؟ عندي كونكشن ستار. تعمل ايه؟ عاوز اجيبها لايف. عندي يا باشمهندسين الفيز. وعندي الكونكشن هتبقى دلتا ستار. وعندي الكونكشن هتبقى دلتا وستار. ها دلتا وستار؟ ها؟ ليه ستار؟ هتبدا يا باشا. طب بقى ايه؟ ليه ستار؟ عشان اضرب الكيلو ايه؟ هيجيلي الاكشوال بس ايه؟
هو طبعا زي
اشرب. طيب اللي اللي ملف اللوبوتش ده هو هي ريسبونسيف ملفات الهاي بوكس. فكل كده لقيت ان
برضه بين الملفات عشان يلمسوا البعض. بعد عندك الدكتور تحط حواليه عزل في الملف الايه؟ اللو الاول اللو فولتج. ملهاش دعوه انا دايما بشكل هنا اسمها لو فولتج وهي فولتج. بعد كده احط عزل. بعد كده الف ملفات الايه يا باشمهندس الهاي فولتج. وبعد كده احط عزل على الكور واحط الكلام بيه. الكلام بيه اللي بتقفل تاني بقى بحط المسامير هنا في الكلام بيه عشان تقفل اللي هو مكان المسامير. المسامير دي لازم تبقى ماده عزل خشب بلاستيك اي حاجه ماده عزل. والا هتوصل انت الكور بالايه بالكلام. انت لو حطيت حديد مسامير حديد يبقى انت كده وصلت الايه العزل ده اتلغيت. فبتعمله في مسامير ماده عزل بكامل. ده كده الشكل النهائي. يبدا يحط الكلام ده باشمهندسين في تانك. ليه يحطه في تانك؟ اهو ثانيه واحده. ده يا باشمهندسين التاني تشيل يرجع حبه. ده اللي على الجنب. بص يا باشمهندس بص اللي على الجنب دي ده اللي على الجنب ده يا باشمهندسين التاني تشيل. انت تشينجر احنا قلنا الملفات بتاعت الهاي فولتج دي مش بتبقى ملف يعني الجامع العلوم بتاع المسالك ده مش حقيقي. ما تبقاش مثلا انا عندي 220 مثلا او اي اللي هي مثلا ايه مثلا 15 على 220 كيلو فولت. مفيش ما بيطلعليش 220 درجه وخلاص. ده هو 220 درجه مهندسين بيطلع لي ليه كذا درجه. بيطلع لي 35 يا باشمهندسين حاجه اسمها تاني 35 درجه. وبعد كده ادي الملف بقى الكبير اهو ايه ممكن تاخد اقل من 220 او ده مثلا الطرف ده هو كان 220 كيلو فوق. ده اقل شويه كيلو 210 كيلو فوق. ده اقل شويه كيلو 200 كيلو فوق. ده 1000 230 كيلو فوق. ده 1000 240 كيلو فوق. ده اسمه تاني. القصه دي اسمها التاني. التالت هي اطراف محطوطه جاي بقى اطراف بقى من الملف بقى الملف كله ومطلع اطراف على التالت. وفي سيليكتور كده عندنا سيليكتور اهو. سيليكتور ده حاجه اسمها سيليكتور والبايكر ده وظيفته اهو مثلا كده سويتش كانه سويتش كده. لو توصل بيه يبقى 240 توصل بيه يبقى 230 توصل بيه 220 توصل كده 200 كده كده ليها اصلا نظام ميكانيكي كده معين. فده اسمه الايه التايم تشينجر. فبيوصله مجموعه من الملفات اللي فيه اللي في الثلاث اطراف اللي على الجنب ده التايم تشينجر اهو. هيبدا يوصله الاطراف بتاعت الايه الهاي فولتج. يوصله اطراف الهاي فولتج دلوقتي الناحيه اهو قدامي. حط الكلام ده كله في ايه؟ في تايم. ليه حطه في تايم؟ عشان يحافظ عليه. والحاجه الثانيه الاهم ان هو بيحطه عاوز يحطه بزيت. فلازم يحط وعاء كده يحط فيه الزيت ويحط ده كله في الايه؟ في التانك بتاع الزيت. ولا شايفين حاجه مش شايفين حاجه؟ مش عارف. عاوزين نعرف ايه النقطة دي عن النقطة دي. ما وقعت الجهد هنا يا باشمهندسين مثلا
30 زيت عندنا 50 فانت ممكن يتكسر ها زيت ضغط كتير يعني فانت الزيت هو الزيت ده هيكسر المحول وخلاص يبقى طب ماشي هيبقى يبقى في الاخر مفيش تكتيك فانا محول هيكسر فانت عندك لازم تسيب مساحه ان هو يتبدل فيها طب نعمل ايه؟ ما ينفعش سيادتك تقول لي نسيب مساحه فوق كده وخلاص نسيب مساحه فوق Bye.
الكوتشنج ده احيانا بيبقى تفاوض كبير جدا عشان نسيب يعني مثلا من هنا للسقف الكوتشنج ده السقف ده سقف الاول وطلع الحول فوق والكوتشنج مثلا هو السقف فانت تقول لي ليه معطوف مثلا مسافه كده صغيره وموزع عليه حسب الجهد انا عندي الكوتشنج ده يستحمل 200 كيلو فوق مثلا عرض يعني لو انت بين الاطراف يعني انت لو خرجته كده يستحمل 200 كيلو فوق بس البوشنج ده الطياره بتمشي مع عبره مش الطياره بتمشي على سطح البوشنج ليه السطح بتاع البوشنج ده ايه؟ تراب وبعد التراب ده تيجي شويه بخار ميه هيعمل لك طينه فيبقى سطح البوشنج ماشي بيعزل بس السطح بتاعه ما بيعزلش ولا مش انا مش هنسيب عملت البوشنج ده اهو ضخم كده وكبير ومسافه صغيره مسافه نص متر هو واللي جواه ده ماشي الكونتاكتور اللي هو الكور بتاعه 500 انا الكونتاكتور ماشي في نص البوشنج والبوشنج لازم في الكاس بيتحمل لوحده 500 كيلو ده لو الطيار مشي عبر البوشنج في النص كده في النص البوشنج ومشي كده انما الطيار ما بيمشيش عبر البوشنج يا باشمهندس انا عملت مسافه نص السطح بتاعه ده انا ليا صوت عليه سقف وهو خلاص فوق كده انا الايه الكوندكتور فالسطح بتاعه ملاش حكم عليه فبيجي عليه تراب زعلان هو غصب عنه عنده بيجي عليه فبينا شمسين بعد التراب ده الدنيا بتفضل عليه فلما الكوندكتور ده يحاول ايه يطينا فبقى في نص متر حاجه مطينه الطينة ده انت يا شمسين ماده موصله عامل انت جهد هنا 500 كيلو وهنا وقلنا ايه يا باشمهندسين؟ السطح صفر البوشنج نفسه هيستحمل انما السطح بتاعه ده سطح الطير ماده موصله يقوم يمشي فيه طياره قوته صغيره يعني ماده موصله قوته صغيره الطينه دي فيمشي فيه طياره فيحصل ايه؟ الكره ال 500 يوصل للارض يحرق المحاول فبنعمل ايه؟ وبنعمل بوشنج طويل جدا طبعا ما تخافش جدا مش عشان السطح بتاعه واعمل متعالي اعمل متعالي كده متعالي جامد خالص ليه؟ عشان الطيار ياخد مسافه ايه من 50 كبير نعمل كيلو 4.5 سنتي في كل كيلو 4.5 سنتي يعني مسافه متعاليه يسموها مينيمم فريش ديستنس فيعمل حاجه اسمها البوشي يبقى طويل خالص عشان خاطر تطينا التعليم وطبعا بالمناسبه احنا قلت لكم ايه؟ مصر من افضل الدول اللي عندها مطيره ليه؟ هو ربنا خلقها كده يعني احنا كنا برضه في مكان واحد معانا واحد بترولي عملنا اختبار قلت لكم ايه؟ لا لا عملنا اختبار وكملوا ذاك اليوم فعشان نعمل الاختبار ده لازم يطلع عامل كده فوق ونش كده زي الونش اللي بيطلع الاساس كده ملك الونش ده بيطلع كده في الدور السادس والسابع ماشي الونش ده في واحد يركبه يطلع فوق الونش ده مش مقسم مش عارف كام دور كده مع البوشنج يقعد يمسح البوشنج واحده واحده يقعد فيها مثلا ساعتين عمال يمسح في البوشنج ليه عشان عاوزين نعمل اختبار فاحنا تاني يوم عاوزين نكمل الجهاز ونسيب الاختبار فجينا تاني يوم عشان نكمل الاختبار لازم البوشنج يبقى مكسور هو الراجل ماسكه ايه؟ امتاز فجينا تاني يوم البوشنج كله 150 متطرف الكران بيقعد ايه في الايه ساعتين دول. فالكران ده قال لي احنا بنقعد من 20 سنه مش التراب اللي عندنا ما بيساويش التراب اللي احنا عندنا في ايه؟ قال لي احنا عندهم تراب بشكل فعله مش عشان دوله وحشه يعني هو ربنا خلقها. فهي الدنيا اصلا متغيره لوحدها. فلازم انت تعمل البوشنج ماله عادي. ده هدف الايه البوشنج. تعالوا نبص بقى على الكلام ده؟ في حاجه هنا مش عالي طويل ومقرب هنا يا باشمهندس حاجه مش موجوده هنا في حاجه اسمها انبوبه الانفجار تختلف الزيت ده هنشوف الكلام ده يعني تفصيل بس سريعا كده الزيت ده يا باشمهندس لو حصل فيه شورت سيركت حصل فيه جوه شورت اوت فالزيت ده جامد وشورت يا باشمهندسين شورت يعني انت زي الناس اللي بتعمل شاي بتعمل الشاي في محل كهرباء فانت بتخلي الميه تغلي عن طريق ملف يلا ماشي فيه شويه طيارات فهو بقى
انفجار، لو حصل انفجار ان هو يكسر الكلمه بتاع الايه والشمسين ازاي؟ تحافظ على الكلمه زي ما هو سليم. اسمها البريشر ايه؟ ماشي. نشوف بقى شويه برضه هنشوف بقى كذا حاجه بحيث انت يعني تشوف الاشكال وبعد كده تخش على التستيت. اهو ده ده ايه؟ ده المحرك. هذه البوش بتاعت الايه؟ الثلاثة الاخرى هي كانت جاية كبرازيل، اللي هي الزعانف بتاعت الدبلي. ده البوش بتاعت ابراهيم المستكر. ده الكونسيشن بتاعي. اهي هي دي تبقى ممكن تطلع واخرها تحط اي حاجه ضعيفه بحيث ان هو يتكسر، دي ممكن تتكسر. هنا الديتكس ساعات سيكريتو بتاع اللي هو السكوشن بنت ده وصلت للانفجار. اوكي ده كان بوشي ده كان كيس ده تاني تشينتا في التاك اللي هو صغير ده بوصل للريليج بتاعته وظيفته. ربنا يعينك. في عندي حنفيتين، حنفيه فوق ضخمه كده وحنفيه تحت ضخمه كده.
فلما يتزيد غصب العالم بيخش هنا ويتسحب من على الخلف ويتعدى على المراوغ الثاني بشكل ايه؟ ده
يطلع بخار هنا يطلع كده بخار البخار ده يا باشمهندسين يطلع كده 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 هنا يجي
مشغول. ان انت عندك المقدره على تصنيع المحاوله حتى لو مره واحده.
السن كنت لسه بتاخد سنتين في 4 مليون مش عارف سبتها انت لما تيجي انت كمان انت ما تكونش عندك الامكانيات البشريه والامكانيات الايه في الالات والمعدات اللي هي تقدر تعمل الايه المحول ده تمام يا شمسين فبتعمله مره واحده من ضمنها التست ده ممكن يكون هدفه افضل المحول في الاخر مش مهم يعني مثلا في اللوحات يا باشمهندسين في لوحه هو بيقول لي لو اللوحه دي اللوحات دي المحوله لو انفجرت مش هتضر الانسان اللي قدامك فاهمني؟ يعني لو انفجرت الانفجار ده بيطلع من فوق او من ظهرها النار يعني النار بتطلع من ظهرها او من فوق التصميم بتاعها كده فانا لو واحد قدامك كعامل او مهندس واقف قدامك حصل شوف سلك رهيب فاللوحه دي هتنفجر فمش هتزيد في بعض المواصفات انت عاوز كده؟ فانت بتعمل اختبار تروح تجيب تروح تجيب ايه الدميه قدامها وتحط دميه قدامها وتعمل ايه الانفجار ده تفجر اللوحه وتشوف بقى لو الدميه ديت اتشوهت بان انت حصلها حريقه بتاع اه يبقى كده انت اللي فشلت في الايه؟ في ال في ال في ال لا اللوحه دي النار طلعت من ورا او من فوق زي ما هم بيصممين خلاص يبقى انت كده في انت سامع حضرتك انت ما تجيش مع فايل تيست دي بتتعمل مره واحده بتتعمل ايه يا شمسين؟ مره بتبقى اختبارات كتيره جدا وبتبقى بعضها عنيف ممكن يدمر المعده نفسها ديت انت بتتعمل مره واحده لما المصنع بيجي يعمل منتج لاول مره فكل منتج هيعمله لاول مره لازم ياخد عليه شهاده من حاجه عالميه ان هو عمل اختبارات حاجه اسمها ايه؟ التايب ايه؟ تيست طب ماشي انا طبعا مش كل محاوله ارجع اعمله وافجره عشان اشوف ده حلو ولا وحش فنعمل اختبارات ثانيه اسمها روتين تيست ايه روتين تيست؟ انت مصنع خلاص يا عم الحاج صدر على الشهاده دي زي الفل وعملت ايه المحاول؟ انت شرفت بقى المحاول البدائي ده انت زي الزفت محاول بقى روتين تيست خمان انت غشاش ماشي انت عملت حاجه حلوه وعملت اختبارات انت طمني فبعمل اختبارات ثانيه اسمها روتين ايه؟ تيست لما بروح المصنع قبل ما بيخرجوا من مصر حاجه اسمها الفاب فاب فاكتوري اكسبتنت تيست انا اروح لمصر قوم نعمل خمس ست اختبارات مش تتطمن ولا حاجه بس يبقى اتاكد ان الايه المحول ده كويس زي الفل خلاص رحت المصنع عملت خمس ست اختبارات دول بيعملوا ايه بعد كده؟ بيفكوا المحول اذا تفتكر المحول ده المحول ده بيتشحن كويل لوحده وشويه كل حاجه لوحدها فيفك المحول فكينا ايه المحول خدنا المحول دوت الطيران ولا اي حاجه وديناه موقع ركب المحول ركب المحول بعد ما ركب المحول بعد حاجه اسمها الكوميشن تيست او ستاب في حاجه اسمها الفاب فاب اكسبتنس تيست ستاب سايت اكسبتنس تيست يعني ايه؟ في السايت بنعمل اختبارات في السايت بعمل في البيت بيعملها في السايت انت عملتها في المصنع وانا مالي ايوه وانا مش باظت انت ليه بتعملها غلط عندي؟ ما انت ديستراكت غلط يعني انت بتفك المحول وتوصله لي وترتبه لي في المكان بتاعي وانت بتركب اي عزل باظ مش عارف ايه خلط مش عارف اي حصل اي حاجه فبنعمل حاجه اسمها ستاب ستاب سيرفيس ستاب تيست او بيسموها ايه؟ والله الكوميشن
ده انا كنت عاوزه اكبر. ليه يا عبد الله؟ بتاعت الواي اللي جديد ان هي تبقى منفذه في بعضها، فبعد ان هي مش موسيقى
Thank you.
موبايلك جاحد خلاص. ما شاء الله هيفرقع. مش عارف هو نفسه مشهور ولا حاجه. لا يا عم بتري عليك. Yeah.
ايوه يا عم يخرب بيتك احنا في النص. Thank you.
جدا قاعدة معايا من 4 5 سنين. خلص التشكيل نجاح. دكتور الصعب بلاك الرب What?
خلاص كل ده اخذنا كل ده يسمع كل ده يسمع كل بس الفيديو كله كده خلصناه عليك والله ولا بس تقعدش جنبي تقعدش جنب حد تاني اجيب لك كرسي يقعد قدامي ممكن بالاجازه انا ممكن افضي نفسي جوه معايا طب وفي حاجه تاني؟ ايه؟ طب وفي حاجه تاني؟ لا Oh.
هو هذا الستاندرد هو بالنسبه له عيب كبير ان هو هيحقق الستاندرد
والله ما لك دعوه.